제가 비타민 E 주는 물다리면 كيس كبير في حوالي 15 مكعب بحوالي 15 ريال يعني. وموجود هنا في مصر برضو بيتباع عادي جدا في محلات بتاعت تحضير العطور أو المحلات العادية بتاعت البرفانات وكده. وهنحتاج برضو اللي هو كيس صغير اللي هو بتاع يعني كيس شفاف كده مش شاش أو أي شاشة عندك أو أي ممكن حتة قماش انت مش محتاجاها ممكن تعمليها برضو حتة صغيرة كده تحطي فيها المسك. يلا هنبتدي مع بعض. هنجيب أي طبق فاضي عندنا ونجيب اللي هي المقشرة العادية بتاعة البطاطس أو المقشرة أي مقشرة عندك بتاعة البصل ونبتدي بقى إيه نبشر فيه بالراحة واحدة واحدة عشان هو أصلا إيه أول ما نبتدي نبشر كده هنلاقيه نزل معانا على طول اتفتفت حتت صغيرة. وبرضه تلاقي أول ما تيجي تمسكيه شوية كده تحسي هو كريمي. في ناس برضه ممكن تاخده بعد ما تبشره بدل ما تستخدمه فواحة ممكن تستخدمه تحطه مع بازلين وكده. ان شاء الله انا بعمله مع بعض وايه وتستخدمه كدهان للجسم كمعطر او ناس بيحطوه برضه على بازلين او كريمات للشعر وبيستخدموه عشان تعطير الشعر وكده وجميل جدا. بس الافضل اللي احنا بنستخدمه كايه كفواحة. اهو خلاص كده يا حبيبي خلاص بشرته كله. هو مكعب صغير يعني ما بعملش كده يعني بعمل كمية متوسطة مش كمية كبيرة قوي. بس اول ما تيجي تمسكيه بايديكي كده صراحة تحفة يعني ملمسه ناعم قوي وتحس انك حاطة كريم على ايديكي وريحته طبعا جميلة جدا. بعد ما خلصنا بقى بيعمل لي كمية كويسة اروح معبيينها كلها في الكيس او لو عاوزين نقسمها على اتنين بعمل لي كمية كويسة ممكن نقسمها على اتنين برضو ونلعب بنحاول نجمع كله منوقعش حاجة ومنهدرش حاجة ونحط كله ايه في الكيس بتاعنا. خلاص حطيته كله في الكيس وربطته كويس جدا وبعد كده بقى بعلقه عندي في الدولاب. انا كنت محتاجاه صراحة عندي في الدولاب وممكن برضو نستخدمه كمعطر في العربية. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم فكرة بسيطة وسهلة ومش مكلفة جدا واشوفكم في الفيديو الجاي.